السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حد راح يشتري ذهب وكان إجمالي المبلغ 42,000، فدفع 40 وما كانش معاه 2000، فقال له هات 2000 كمان شوية، وما كانش كان جاهل بالحكم، فراح جاب 2000 بعدها بساعتين واداهم له، فهل هذا يعتبر ربا وهل يجب؟ استغفر الله من هذا. كان يشيل الخاتم، يرفع الخاتم إلى أن يأتي بالمال كده وخده ورجع رجع له، معذور بجهله، إذا كان جاهلا معذور بجهله. هل يجب تصحيح العقد؟ يعني يرجع له فلوس ويعمل البيع من أول جديد؟ نعم. لا خلاص انتهى الأمر للجهل، عندنا عذر بالجهل حتى في العقائد.